اهلا وسهلا بكم جمهورنا الكريم، جمهورنا الغالي، وين ما كنتوا داخل وخارج الوطن. اهلا بكم في هذا اليوم المبارك من الايام اللي رانا نعيشوها كل النهار مع بعض على هذه المائده الرائعه البسيطه اللي تلمنا مع بعض. كي نهضروا على الجزائر ونهضروا خاصه على العاصمه نقولوا انه الشربه البيضاء، لكن انا النهار اليوم راح ندير لكم حساء البطاطا بالدجاج. ما رايحينش نروحوا مباشرة للشربة البيضاء، راح نديروها بلمسة رايحة تكون شوية مبتكرة اللي راح نوظف فيها كمية من البطاطا، ما راحش نستعمل شيء آخر، راح نستعمل. وحنا كي نقولوا الشربة البيضاء، الشربة البيضاء واش فيها؟ فيها غير البصل، لكن أنا النهار اليوم راح يكون عندي المزيج ما بين البصل والثوم. راح نشوفوا بأنه هذا الحساء راح يكون أكثر من رائع ورايح يلبي. وعلاش راح يلبي؟ بما أنه راح نستعمل فيه كمية من البطاطا، ورايحين بالطبع ما نستغناوش على الفيرميسيل تاعنا اللي راح يعطينا هذيك لا تيكستور فريمون فيلوتي. يعني راح نستعمل البطاطا وراح نستعمل ايضا كميه من الفيرميسيل. راح نشوفوا لائحه المقادير، هي لائحه بسيطه وسهله جدا وما راحش تطلب لنا وقت طويل. وكميه تاع الدجاج انا استعملت هنا ان بلون دو بولي، يعني ابيض الدجاج. تقدروا انتوما الا فضلتوا يعني تستعملوا نوع اخر، هذا الشيء راح يبقى لكم ايضا اختياري. نبداو على بركه الله. اول شيء نحتاجه هو كميه من الفيرميسيل. راح نحتاجه ايضا بصله كبيره اللي كنت ينقطعوها يعني صغيره، يا نسكرفجوها ولا نرحيوها، يعني كل واحد كيفاش متعود يوظف هاد الاشياء في بيته. هنا عندي 3 حبات من البطاطا، اخترت انا متوسطه الحجم او الصغيره هذه هي اللي راح تكون بنينه وراح تلبي لنا بزاف هاد الحساء. راح نستعمل ابيض الدجاج اللي كنت قطعته كمكعبات. راح نستعملوا المعدنوس بالطبع، الى قلنا شربه بيضاء ولا قلنا حساء ولا نحبوا نشوفوا ديك اللمسه اللي تكون من الفوق خضراء، ونحبوا ايضا الرائحه الطيبه تاع المعدنوس. راح نستعمل كميه من الثوم. انا هذا الثوم تاعي هو اللي خديته من السوق عادي سيمبات، يعني اللي نستعملها نقدروا نستعملوا زوج سنات تاع الثوم نرفيوهم او ثلاثه، هذا الشيء راح يبقى لكم الاختيار. ملعقه كبيره من الزبده. بالطبع راح نمرقوا. كبهارات واش راح نستعمل؟ راح نستعمل كميه من القرفه، انا راح تعطيني نكهه اكثر من رائعه، يعني كي نقولوا انه حساء ابيض راح نستعمل فيه واحد اللمسه تاع القرفه، يعني غير شويه بتي سوبسون دو كانيل. راح نستعمل شويه تاع الفلفل الاسود، وراح نستعملوا شويه تاع الملح. يعني طريقه اكثر من سهله وبسيطه، رايحين نمرقوها عادي كحساء. في اخر المطاف راح نحطوا عليها زوج حتى لثلث ملاعق من الفيرميسيل. هذا الشيء كامل يعني لي كونتيتي راحين يبقاو اختياريين. كاين ناس اللي تفضل لاسوب تاعها تبقى فريمون ليجير. كي تبقى ليجير يعني استعملوا بالك ملعقه ونص ولا ملعقه تكفينا تاع الفيرميسيل. كي نحبوا لا سوب تاعنا رايحه تكون ان بو ايباس، ويعني رايحه تكون كطبق عائلي، رايحين نحطوا كميه معتبره. هادو كامل يبقاو لمسات وافكار، وكل واحد احنا رايحين نوصلوا الفكره، لكن في التطبيق يقدر يكون بعد التغيير. انا يعني في هذا البرنامج نحب نسهل على المشاهدين تاعنا. رايحين اول شيء رايحين نبداو به، راح نشوفوا معايا، راح نبدا نقطع هاد البطاطا. انا فضلت نقطعها يعني لو مومون جي، يعني لو مومون دو ترافاي. راح ناخذ هاد الكميه تاعي تاع البطاطا، راح نقطعها كمربعات صغيره. هي لازم البطاطا كيما نقولوا رايحه تبقى كيفاش يقولوا، راح تبقى حيه في هذا الحساء. ما لازمش البطاطا تاعنا الفا فريمون سيكرازي، وما لازمش نرحيوها، لاخاطش الا رحيناها راح تولي كوم ان بويون. يعني الفو كون تروف لي كيوب هادو تاعنا تاع لا بوم دو تير. البطاطا تاعنا لازم نشوفوا هكذا كمربعات صغيره، هكذا كيما راكم تشوفوا معايا. وانا فضلت يعني نقطعها يعني جوست افون، ما قطعتهاش قبل باش ما تكحلش هكذا. والكميه انا لهذه الكميه راح نشوفوا الكميه اللي نديرها، استعملت كما شفتوا معايا 3 حبات صغار تاع البطاطا. نقدروا نستعملوا يعني كميه اقل او اكثر، هذا الشيء ايضا يبقى الاختيار ليكم على حساب الكميه. لكن يعني سين سوب دو بوم دو تير، لازم هذه البطاطا نحسوا بها وتكون لداخل. هنا راح نكمل انا البطاطا تاعي هكذا، نوجدها باش ما تاخذليش وقت من بعد. هاد الحساء راح نعطيكم ايضا افكار اللي يعني تقدروا تبدلوا بهم. ما ننساوش بانه رايحين نستعملوا فيه ايضا مكعبات من الجبن،
راح يزيدنا سهل البنه واللذه والطيبه. هنا راح نختاروا هذه النوعيه من الجبن، راح نستعمل 4 بورسيون في اخر المطاف. هنا واش نقول لكم، انا هنا راح نستعمل الفيرميسال باش يعني هادو كامل، سي سا اون سوب دو بوم دو تير او بولي، يعني حساء البطاطا والدجاج هو هذا. يعني راح نستعمل فيه كميه تاع الفيرميسال، وكيما نقدروا نستعملوا حاجه اخرى اللي هي اون فارين، يعني نقدروا نستعملوا كومين هول يا اخي، نستعملوا زوج ملاعق من الفارينه، ندوبهم في شويه تاع الماء ونزيدهم في اخر المطاف. يعني نعطيكم كامل الافكار، يعني نقدروا حتى في بعض المرات نديروها على فارين، جينا ايباس جينا فلوتي رايحه تكون رائعه. ونقدروا ايضا في بعض المرات واش نديروا، نستعملوها ايضا بالفيرميسال. يعني هذا الشيء كامل راح يبقى لكم الاختيار هكذا. نقطعوا البطاطا تاعنا هكذا اون بوتي دي، راح نزيدوا هذه الكميه هكذا. البطاطا تاعنا رانا قطعناها كامل، والكميه كما قلت لكم يعني تبقى لكم الاختيار. انا نفضل الان في السوق ولا عندنا مشكل كبير، يعني الى تشاركوني هذا الراي، المشكل اللي راهو تاع البطاطا في بعض المرات نصيبوا نوعيه مليحه نقولوا اوه هاد لاسمان جبنا نوعيه مليحه تاع البطاطا، وفي بعض المرات يعني تكون اسابيع على اسابيع البطاطا اللي نجيبوها والله يعني في بعض المرات ما تنتكل، يعني لا قليتها ما تتقلاش، الى فورتها ما تطيبش، الى درتها في طبق ما تعطيكش بنه. يعني السوق راهو كل نهار وبركته. راح نحط هذه الكميه تاع البصل هكذا، اول شيء البصل تاعنا، بعد هذا رايحين نحطوا الدجاج، مكعبات الدجاج. راح نزيد نحط هذيك الكميه تاع الزبده اللي شرحت لكم في الاول، هذه اللمسه تاع الزبده هي مهمه جدا، لاخاطش الزبده هذه مع الدجاج هي اللي رايحه تبنن هكذا. واش حطينا؟ حطينا البصل، حطينا الدجاج، وحطينا هذيك الكميه تاع الزبده عليها. الان واش راح نزيد مباشره؟ راح نزيد هذيك الرشه تاعي تاع الملح. انا ما نكثرش الملح بما اني راح نستعمل في اخر المطاف، راح نستعمل 4 بورسيون دو فرماج، راح نستعمل فلفل اسود، وراح نستعمل رشه تاع القرفه. انا تبقى يعني عزيزه عليا هذا الرشه تاع القرفه، وانتم يبقى لكم الاختيار. ما نحطوش كميه كبيره هكذا، جوست سوبودغي ان بو دو كانيل. ونقدروا ايضا يعني نعوضوا الى ما يعني ما نحبوش نديروا القرفه تاعنا هكذا اون بودغ، نقدروا نعوضوها ايضا بلي باتوني دو كانيل، يعني نحطوا نص عود تاع القرفه ونحيوه. هنا استعملت شويه تاع الفلفل الكحل، نقدروا نستعملوا الفلفل الابيض، هي من الاحسن باش نكون صريح مع المتتبعين توعي انه الفلفل الابيض في المارق الابيض يكون احسن من الفلفل الاسود، لكن احنا تعودنا كجزائريين نستعملوا الفلفل الاسود. هنا نكتفي بهذه الكميه تاع الملح، ورايحين نشعلوا عليها النار ونبداو نقليو. هنا بالطبع ما راحش نكتفي بما انه استعملت ابيض الدجاج، ما درتش يعني جو بولي غرا، يعني سي جو بلون دو بولي، يعني راح نحتاج نزيد شويه تاع الماده الدسمه، يعني راح نزيد شويه تاع الزيت. درت هذيك شويه تاع الزبده ونزيد عليها شويه تاع الزيت. الان واش راح نديروا؟ رايحين نقليو هاد الدجاج، وهاد التقليه تبقى مهمه جدا 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 قبل ما نقلي ونعطي لها الوقت تاعها تاع التقليه. واش راح ندير؟ راح نزيد عليها كميه تاع الثوم. انا شرحت لكم انه سي با كيما الشربه البيضه، الشربه البيضه ما نستعملوش فيها الثوم، الشربه البيضه نديروها غير بالبصل. هاد الحساء انا نحط فيه الثوم يعطيني بنه اكثر من رائعه. هنا رايحين نقليو الدجاج تاعنا، وهذه النقطة مهمة جدا، يعني نقليوه باش ياخذنا هذيك البنة تاع الزبدة تاع هذيك المادة الدسمة والمزيج هذاك اللي راح يكون ما بين البصل والثوم، يعني نعطوا لها الوقت اللي لازم في التقلية. هنا مباشرة كما رانا نشوفوا هكذا باش يشوفوا المشاهدين تكون عندهم فكرة كاملة على هذا
الحساء اللي رانا نديروه. هنا واش رايحين نديرو؟ رايحين نمرقو، لكن قبل ما نمرقو واش نديرو؟ حنا الدجاج تاعنا راهو تقلى، باش يعني نقول لكم بانه هذا الحساء يعني راح يطيب في 20 دقيقه، ما راحش يطول. الحساء البصل تاعنا والدجاج وهذيك شويه تاع الثوم اللي حطيناه راهو تقلى، يعني نقدروا نقولوا تماما راهو طاب. واش راح نزيد معاه باش تجيني بنينه؟ راح نزيد معاه هاد البطاطا، راح تشرب لي كامل الذا والبنه تاعها تقليه. راح نزيد معاه هاد الحبات تاع البطاطا، نتمنى انه البطاطا تاعي تكون نوعيه جيده، يعني ما نقدروش نعرفوا مالوغوزمون حتى نطيبوها هكذا. الان غير تشربنا هذيك اللذه تاع التقليه تاع الزبده وتاع هذاك ابيض الدجاج والبصل والثوم مباشره، غير تشربها واش راني ندير؟ راح نمرق. الان واش راح ندير معاها؟ ما راحش طيب في اخر المطاف ونحط لها الفخوماج ورايحين نميكسيوها، نو، لي بوم دو تيغ تاعنا رايحين يبقاو هكذا، الدجاج تاعنا راح يبقى هكذا. الان راح نحط لها 4 بورسيون دو فخوماج ورايحين يتلقوا معاها، صدقوني بانها رايحه تكون اكثر من رائعه. انا فضلت نستعمل هذه النوعيه من الجبن، غايتوليزي 4 بورسيون، نكتفي انا بالكميه تاع 4 بما انه الحساء تاعي ما عنديش كميه كبيره، يعني حضرنا غير كميه قليله يعني باش نوصلوا الفكره للمشاهدين. هنا راح ندير فيها 4 بورسيون ونخليهم يذوبوا ويعطيو هذيك البنه تاعهم داخل هذا الحساء. حنا نقولوا شربه بيضه، الا قلنا شربه بيضه يعني نقولوا الحميصه، لكن هنا ما درناش الحميصه باش تشوفوا ان الوصفه راح تكون بزاف مختلفه على الشربه البيضاء. كاين ناس يعني كاين بعض المناطق اللي نقولوا انه يحضروا الشربه البيضاء يحضروها بدون خضار، لكن انا الشربه البيضاء اللي نحضرها أن الشربة تاعي أي الوصفة تاعي اللي نوظفها في الحياة اليومية تاعي أو في الشهر الفضيل تاع الشربة، أنا الشربة نفضل نستعمل فيها توجور شربة البيضة، حبة صغيرة تاع البطاطا وحبة صغيرة تاع القرعة، يعني بعد ما تطيب نحيها نميكسيها نرجعها، يعني راح تكون عندي واحد الشربة ألي فغيمون إيبيس، راح تكون فيها أن كوتي فيلوتي. فكرة يعني بما انه احنا رانا نحكيو على الشربة البيضاء ورانا نحضروا حساء ابيض، هنا قبل ما نغلق عليها راح نحط عليها كمية تاع المعدنوس نخليه يطيب معاها، وفي اخر المطاف راح نزينوها ايضا بهذا الرشة تاع المعدنوس، نخليوها تطيب ما رايحاش تاخذ لنا وقت طويل، نقدر نقول لكم حوالي 15 حتى ل 20 دقيقة. احنا قبل ما يوصلوا هذوك ال 15 ولا 20 دقيقة يعني بعد 10 دقائق تماما، واش راح ندير انا؟ رايح نستعمل كمية تاع الفيرميسال. انا هنا واش راح ندير؟ راح ندير حوالي زوج ملاعق. هاد الشيء كيما فت شرحت لكم انه راح يبقى ايضا اختياري، انا نستعمل دو كويير، نقدروا نستعملوا اون كويير، نقدروا نستعملوا اون دومي، ونقدروا ايضا رايحين نقدروا نحضروا ايضا يعني زوج ملاعق تاع الفرينه او تاع الطحين الابيض اللي رايحين نحلوهم في شويه تاع الماء ونزيدوهم. هادو كامل افكار نعطيوهم للمشاهدين باش ينجحوا في الوصفات هادو تاعنا، يعني اللي رايحين يدخلوا لبيوتهم يون ايسي دو توشي تو لي غو. يعني كاين ناس اللي يقول لك لا لا انا ما نقدرش ندير الفرينه في لاسوب تاعي، نو سي با بوسيبل. كاين ناس يقول لك انا نفضل نحضرها يعني على الطريقه التقليديه كما تحضرها يما وتحضرها جداتي، يعني كما كليناها من بكري وندير لها شو فيرميسال. كاين اللي يقول لك نو انا الفيرميسال نحبو في الشربه البيضاء، لكن هذا راهو حساء، انا نفضل فريمون ندير اون بتي تغوي هكذايا اللي نحضروها بلا فارين. هاد الشيء كامل هما افكار بهم اللي راح تكون عندنا هذيك لا تيكستور اللي راح تلبي ايضا هاد الحساء. هو البطاطا صح سي دي فيكولون، يعني راح تعطينا هذيك لا تيكستور، مي ماشي كيما كي نزيدو نستعملو النشويات، يعني كي نستعملو النشويات الا استعملنا الفيرميسال ولا استعملنا الفارينه اعرفوا بانه راح تكون مختلفه 100%.
الوصفة تاعنا تقريبا انه رانا طيبناها مع بعض، شفنا كامل الاسرار باش ننجحوا فيها هذه الوصفة البسيطة اللذيذة اللي راح تكون بزاف بنينة. هذاك الفخوماج كما قلت لكم ما راحش نخليه لاخر المطاف، نو لو فخوماج اون فاتيغي ان غو اللي راح يكون ايضا في الحساء تاعنا راح يطيب معاها. بعد ما طيب تماما راح نرشوها بشوية تاع المعدنوس ورايحين نقدموها كحساء، كل واحد يدير معها واش حب. نقدروا نديروا معها نوع من انواع الخبز، نوع من انواع المملحات، نقدروا نديروا معها دي بوغيك. هذا الشيء راح يبقى اختياري وعلى حسب الرغبه تاع المشاهدين تاعنا. نعاودوا نتلاقاو ونشوفوا الوصفه الثانيه اللي اخترناها للنهار اليوم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بالوصفة الثانية اللي اخترناها للنهار اليوم. وصفتنا هي بسيطة راقية لنحضروها للحياة اليومية لنقسموها في المائدة اللي تلمنا مع أغلى جمهور. للنهار اليوم اخترنا ان كيك او سيترون او كيك بالليمون بالقارص. راح يكون طريقة بسيطة سهلة لكن راح تكون راقية. وعلاج بما انه راح نستعملوا فيه كمية من اللوز، انا من الناس اللي نفضل لكيك توعي نستعملهم بالزيت. في بعض المرات نقدروا نستعملوا دي زاباغايا كيك اللي نقدروا نستعملوهم بالزبده او بالمارغارين، لكن انا بكل صراحه نحسهم بوغاتيف، يعني نحسهم ثقال، انا نفضل نستعمل الزيت. هذا الشيء كامل راح يبقى اختياري. انا عندي هنا كميه تاع 150 غرام من الزيت او نصف كاس من الزيت. نقدروا نعوضوه ايضا لعشاق الزبده او المارغارين يقدروا يعوضوه، لكن انا نفضل وننصحكم تجربوا هذه الوصفه بالزيت. رايحين نحتاجوا كمية من الطحين الأبيض أو لافاغين بلونش، راح نحتاج 4 حبات من البيض اللي يكونوا متوسطات الحجم، راح نحتاجوا كمية من اللوز اللي هي 120 غرام من اللوز اللي كنت أنا حضرته ودرته في الفرن مدة حوالي 5 دقائق، بعدها درحيته. أنا نفضل نطوري فيه شوية في الفوق باش يعطيني هذيك اللدة والرائحة الطيبة تاع اللوز، حتى كي يكون الكيك تاعنا يطيب نشوفوا بأنه راح نحسوا ونشموا واحد الروائح أكثر من رائعة في البيت. رايحين نحتاجوا 20 غرام من الخميره الكيميائيه بما انه راح نستعملوا مباشره انفوي. لو كان نطلعوا البياض والصفار، يعني البياض نطلعوه وحده فانكوربوري فلافا، نقدروا نكتفيو ب 10 غرام. بما انه سافاترين كيك غابيد فاسيل اللي نحضروه في وقت قصير، انا نفضل نستعمل 20 غرام. راح نستعمل كميه تاع 160 غرام من السكر البني، راح نستعملوا نصف كاس من عصير الليمون. هذا سان جو دو سيترون ناتوريل 100%، يعني عصرنا حبات تاع القارص وكنا رابينا شويه تاع القارص. هذا سي جوست لا بو هذيك تاع القارص، ما لازمش نوصلوا لداخل باش ما تجيناش المروريه. هنا عندنا راح نستعملوا نص كاس. هذا النص كاس اللي راح نستعمله هو النص كاس الاول اللي راح نستعمله داخل لو كيك اي لاباغي تاعنا، والنصف الثاني واش راح ندير؟ راح ناخذ اون بوتيت كاسرول، راح نزيد فيه زوج ملاعق من السكر، نشعل عليه النار وندوبوا مع السكر. يعني كي نشوفوا باللي ولا لي امتي سيغو، يعني داب تماما، راح نحطه بعد ما يخرج الكيك مباشره من الفرن. واش راح ندير؟ نخليه il devient il va se tempérer، يعني ولينا بحراره الغرفه. راح نقلبوا لو كيك تاعنا على دان بانسو، راح نستعملوا ان بانسو البانسو تاعنا. واش راح نديروا؟ يعني نعطيكم كامل بما انه الوقت على الحصه تاعنا ضيق، ما نقدروش يعني ندخلوا ونشوفوا كامل المراحل. يا طريقه بسيطه، نصف كاس تاع عصير ليمون، نزيدوا له زوج ملاعق من السكر، يجيب الغليه انه يولي هكذا شويه ثقيل. واش راح نديروا؟ على دان بانسو بعد ما نقلبوا لو كيك تاعنا رايحين ننبيبيوه كامل افيك هاد لو جو دي سيترون، هذيك الكميه كامل اي فاتر امبيبي اي فاتر بارفومي، راح يعطينا واحد الرائحه طيبه تاع القارص. نبداو على بركه الله. اول شيء رايحين نديروه كيما متعودين، رايحين نكسروا البيض تاعنا، يعني رايحين نستعملوا ان فوي مانيوال، نقدروا نستعملوا لو بيتران، نقدروا نستعملوا ايضا حتى نقدروا نستعملوا لو فوي الكتريك يعني لو باتور. لكن انا نفضل نسهل على المشاهدين الوصفات هكذا باش يحضروهم في وقت قصير هكذا. أربع حبات تاع البيض متوسطات الحجم. هنا واش راح نزيد معاهم؟ مو
مباشرة راح نستعمل هذا السكر. أنا هنا كما شفتوا أني استعملت السكر البني، أنا نفضل نستعمل السكر البني، راح يعطينا أنغو ميور وما راحش يكون بزاف حلو هذا الكيك. هنا واش راح نزيد معاه؟ راح نزيد مباشره هذيك الكميه تاعنا تاع الزيت هنا اللي هي 150 غرام تاع الزيت. هنا بالطبع لو كيك تاعنا حطينا فيه كميه من اللوز، هذا اللوز هو اللي راح يعطي له لو كوتي بريستيجيو وراح يزيد في قيمه هذا لو كيك، بما انه على بالنا لي كيك نستعملوا فيهم غير لا فارين، انا هنا فضلت نعطي له فريمون ان كوتي يعني حتى يكون صحي احسن. مباشره رايحين نستعملوا هذاك لو زاس دو سيترون تاعنا، عليه راح نزيد هذيك الكميه تاع نصف كاس من عصير الليمون، نكتفي بهذه الكميه والباقي اون فالامبيبي يعني نستعملوا كامل لا كونتيتي تاعنا اللي نديروه لداخل، والباقي راحين نكملوا نشربوا به لو كيك. رايحين نحطوا هذيك الكميه تاع اللوز، مع اللوز راح نحطو مباشرة هذيك العشرين غرام من الخميرة الكيميائية، ورايحين نحضرو الطحين تاعنا اللي رايحين نبداو نحطو سي دي بوتيت كونتيتي هكذا، اللي هي لا كونتيتي تاعنا حوالي 180 حتى 210 غرام، على حساب حبة البيض بالطبع اللي تكون عندنا، أو على حساب الزيت في بعض المرات ولا العصير، بعض المرات يزيد شوية ولا ينقص شوية، ما نقدروش نحددوا الكمية 100%. نقعدوا هكذا نحركوا جيدا حتى يتفتحوا كامل هذوك لي غوريمو. الان واش راح نبداو نديرو؟ راح نبداو نحطو هاد الكميه تاعنا تاع لافارين هكذا، نبداو نخلطو غير بالعقل، هي يعني نقدروا حتى ما نوزنوش، يعني للمبتدئين والمبتدئات بالطبع ننصحكم توزنوا لا كونتيتي اللي قلنا عليها، واما للناس يعني اللي موالفه توظف لي زاباهايا كيك كي تعرف لا تيكستور تاعها اللي تحتاجها في الكيك كدا. انا هنا فضلت نستعمل جوست ان فوي مانويل هكذا باش يعني رايحين تحضروه في وقت قصير وما رايحينش يعني تخربوا كامل الكوزينه تاعكم، يعني غير بادوات صغيره نقدروا نحضروا بعض الانواع من الحلويات اللي تكون يعني بكل صراحه فخمه. هكذا لو كيك تاعنا راهو واجد، انا ما بقى لي غير نحطو دون زي مولا كيك، حتى لو مولا كيك راح يبقى لكم الاختيار، انا هنا فضلت نستعمل هاد المول، راح يكون الشكل تاعو في اخر المطاف راح يكون شكل جميل، انا راح نحط لاباري تاعي هكذا، راح نحطها كامل على درجة الحرارة 180 درجة، ان فور بريشوفي دو 30 مينوت 30 دقيقة من قبل، وبعد ما يطيب كما قلت لكم غير نقلبوه مباشرة، لو سيغو تاعنا اللي نكونو حضرناه بالقارص وزوج ملاعق من السكر يكون برد تماما، ونبداو اون كومونس انبيبي لو غاتو تاعنا هذا او سيترون او لو كيك او سيترون. طريقة سهلة وبسيطة وحضرناها في وقت قصير، نعاودو نتلاقاو ونشوفو واش حضرنا مع بعض للنهار اليوم.
رجعت لكم مشاهدينا الكرام، رجعت لكم للنهار اليوم من برنامج مائدتكم مع رشيد. هذه المائدة اللي تلمنا بهذه الوصفات البسيطة الجميلة والراقية والشهية. للنهار اليوم كنا حضرنا هذا الكيك اللي حضرناه بالليمون، طريقة بسيطة سهلة جدا في التحضير تاعها. نتمنى انكم رايحين تجربوه، وانا متأكد بانه رايحين تنجحوا فيه 100%. انا فضلت نستعمل هذا الكيك باش يكون للمنظر تاعو جميل وراقي، لكن للناس اللي تفضل يعني تستعمل ان كيك اوردينير ولا ان كيك مدور تاعنا، الكيك العادي القديم تاع امهاتنا وجداتنا، هادشي كامل راح يبقى لكم الاختيار. رائحة القارص راهي تعبق هنا عندي في البلاطو، وكنا حضرنا ايضا كحساء، يعني هذا الحساء الابيض اللي حضرناه بطريقة مبتكرة، فكرة جديدة خفيفة بزاف. نتمنى انكم رايحين تجربوه ورايحين تنجحوا فيه، وخاصة راح نقول لكم بانه هذاك الجبن اللي راح يطيب مباشرة مع الحساء راح يكون اكثر من رائع. انا ننصحكم تجربوها، وعلى بالي بانه رايحين ترسلون عليها ورايحة تعجبكم. واللي فاتتوا اي وصفة من وصفاتي ومن وصفات الشبكة البرامجية لقناة زهرة، ما عليه غير يزور موقع القناة الموجود اسفل الشاشة. موعدنا غدا ان شاء الله، وصفات اخرى، لمسات اخرى مع مائدتكم مع رشيد.